مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم في بث اخر من منطقه طاولوز ضواحي مدينه تارودانت، وفي لقاء خاص مع احد اقارب وعائله الدراج المغربي عبد الرحمن السرحاني الذي لا زال مختفيا بدوله بوركينا فاسو رفقه زميلي وصديقي ادريس فتحي منذ 28 من مارس الماضي. لحدود اليوم لا اثر ولا اخبار عن هذين الدراجين اللذين لا زال يكتنف الغموض اختفاؤهما، ومعنا واحد من العائله ديال اللي غادي تحدثنا بخصوص اخر تواصل بطبيعه الحال اخر تواصل مع السرحاني واخر تواصل ايضا مع الفاتحي، وما هي الفرضيات المطروحه واشنو الرساله اللي ممكن توجه يعني العائله ديالو المسؤولين وعلى راسهم وزاره الخارجيه وايضا السفاره المغربيه بدوله بوركينا فاسو. تفضل استاذي. السلام عليكم. السرحاني مولاي مصطفى ابن العم ديال السرحاني عبد الرحيم وابن خالي ابن خالتي يعني ولد خالتي وولد عمي. في اخر مره الاتصال ديالو كان في بين 27 28 29 في شهر 3. اخر اتصال ديالو كان قال لنا كاين في ما بين النيجر وبوركينا فاسو، وكان قال بان كاين الامطار تما غزيره وهذوك الناس كانوا شي يخدموا غير بالطاقه الشمسيه، لهذا انقطع الاتصال. وقال لنا قالنا ودي ما تشوشوش عليا، راه هنا كيكون الاتصال مقطوع على حسب الجو والطقس اللي كاين تم فعلا، ولكن كثير كثير طال الغياب بزاف. حنا قلنا 15 يوم 20 يوم الى غايه عيد الفطر. عيد الفطر فاش ما اتصلش عاد يعني نوض وعاد بدينا كنبحثوا ونقلبوا ودرنا الاتصالات مع وزاره مع القنصليات اللي في بوركينا فاسو، صيفطوا الناس تما وهذا، وقالنا ودي راه السيد كاين يعني دخل لبوركينا فاسو ولكن ما خرجش، يعني الخروج ما تطبعش ليهم. لا النيجير ما ظنيتش، هما بوركينا فاسو هما اللي كانوا قالوا لنا ودي راه هذا دخل بوركينا فاسو ولكن ما خرج. هو اخر اتصال قلت ليه اخر اتصال ديالو اخر ميساج ديالو قال لك انا في بين الحدود ديال بوركينا فاسو والنيجير، ولكن ما قال لناش خرج لظروف ديال الطقس، قال لي تما والشتا هذا داك الشيء علاش قال لك غيقطع الاتصال. ولكن مرة هذاك الشيء يعني كثر كثير بزاف، شهر دابا راه غادي لشهر و15 يوم، هذا دخلنا في الشهر الثاني والأضعيه ديال الاسره كلها متوتره كلها والله العظيم زعما ما شاء الله بناته حتى هما متوترين، حنا متوترين، الوالده ديالو كاع ما فرسهاش، حنا كنقولوا لها الوالده ديالو غير يعني الريزو اللي ما كاينش. والبارح كنت عند الوالده ديالو وهضرت معها، سولتها خالتي كي دايره لاباس عليك شي اخبار على سي عبد الرحيم، قالت لي اول جاش غادي نقول لك راه غبر شهر هذا، ولكن قال لنا كاين غير الريزو اللي ما كاينش. ومسكينه قالت لي واحد الهضره، قالت لي انا قلبي مرتاحه من جهته، يعني هذا الشيء اخر اخر الهضره اللي سمعنا عند امه، قالت لي انا مرتاحه من جهته صافي، يعني يعني زدتنا اطمئنان في اطمئنان والله العظيم. شكون قال لك الوالدين كي يحسوا بكل شيء، ولهذا زعما حنا مطمئنين لحد الان، وكنتمناو من الناس ديال السلطات يبادلوا جهود جهود في جهود، واخا هما راه بخير وعلى خير زعما راه كاين خدمه وكاين عمل، وهذا الوقفه نيت اللي درنا في اولوز راه عندها نظر وعندها نتيجه، وان شاء الله يكون خير ولي عليه حاشم والله يجيبه بخير وعلى خير. والسلام عليكم. انتم يا اخوانا الكرام كما سمعتم يعني هذه الشهاده من احد اقارب وعائلات عبد الرحمن السرحاني، ايضا معنا واحد من فعاليات منطقه طاولوز للحديث عن هذا الاختفاء الغامض الذي لا زال يطرح اكثر من علامه استفهام، ولا زالت هناك العديد من التساؤلات التي تنتظر الاجابه عنها. اين عبد الرحمن السرحاني واين ادريس فتحي الذي طال غيابهما، ولا اخبار وارده من دوله بوركينا فاسو؟ ربما هو خبر نزل كالصاعقه
على كل ساكنات منطقة طولوز، وككل بطبيعة الحال يناشد السلطات المغربية بدولة بوركينا فاسو على رأسها السفارة المغربية من أجل تكثيف الجهود والبحث عن هذين الدرجين اللذين يعتبرين بطبيعة الحال مواطنين مغربيين من حق الكل أن يعرف ما مصيرهما. ربما رسالتكم وأيضا كيف تلقيتم هذا الخبر؟ أولا نشكر الإخوان شوف تي في على هذه التغطية. صراحة هو خبر يعني نزل على الجميع كالصاعقة. الرحلة يعني كانت في واحد المسار عادي جدا، إلا أنه تغير كل شيء فجأة. تقريبا يوم 28 مارس من الشهر الماضي تغير كل شيء وانقطعت الاتصالات. يعني الجميع حاول الاستفسار، الجميع يعني قام بما يستطيع من استفسارات سواء من الجهات المسؤولة أو الأصدقاء المعارف، لكن للأسف انقطع الاتصال. ويوما بعد يوم يعني انتظرنا، كل يوم نقول ربما اليوم سنسمع خبرا مفرحا، إلا أنه يعني للأسف لازلنا ننتظر الجواب على السؤال الذي طرحته، يعني متى إن شاء الله يعني سيعود المختفيان ومتى سيأتي الفرج. الحمد لله يعني وقفة اليوم هي وقفة تضامنية محضة مع عائلة الضحية، أولا بحكم أنه ابن المنطقة، ثانيا بأنه أستاذ درس لسنوات في أولوز، والحمد لله يعني نحن ضمن يعني هاد التلاميذ اللي كان قراهم هاد الأخادة. يعني ربما هل درست عند الصحة؟ نعم هو كان أستاذ ديال التربية الإسلامية. نعم كان أستاذ ديالي تقريبا يعني على ما أظن سنة 2000، فجزاه الله خيرا. كان يعمل أستاذ، كان صديق، كان حتى يعني من بعد ما الحمد لله يعني احنا انقطعنا عن الدراسة، فكانت العلاقة والصداقة وكانت الأخوة، وكان يعني ضروري أنه من اللي كيجي البلاد ضروري كيزول الجامعة كيمشي. يعني كان إنسان شغل نقول لك إنسان يعني يحبه الكل، فندعو الله عز وجل باش أنه يعني يجي الفراج وباش أننا يعني نسمعوا شي خبر مفرح عليه إن شاء الله. الفرضيات التي تطرحونها يعني حول هذا الاختفاء، لأنه يعني يبقى اختفاء لغز، يعني هو صراحة هو لغز، لكن يعني إلى الآن المعطيات اللي كاينة كتقول بأنه يعني في دولة بوركينا فاسو آخر اتصال يعني قام به مع العائلة ديالو نهار 28 كما أشرت، قال يعني بأنه يعني التغطية تما ديال الانترنت ستكون ضعيفة. فيعني هذا هو اللي خلى يعني العائلة وخلى الناس وخلى المتتبعين ديالو على الصفحة ديالو كينتظروا يوما بعد يوم بأنه إن شاء الله غادي يكون شي خبر، لكن للأسف إلى حدود الساعة مازال ما كاين شيء. فرسالتنا كنوجهوها للحكومة المغربية، بغيناها يعني باش تزيد تكتف. حنا كما قلت في خلال الوقفات ان وراء الدبلوماسيه المغربيه هي ضمن الدبلوماسيات القويه هنا، ماشي غير في افريقيا ولا في العالم العربي، ان عالميا. وبوريطه يعني اثبت اكثر من مره بانه يعني انسان يعني قد يحل الغاز، فنتمنوا ان شاء الله باش يكون تدخل قوي من الحكومه المغربيه للضغط على دوله بوركينا فاسو من اجل ان شاء الله الحصول على خبر اللي غادي يخلي الجميع من حضر هنا يعني فارح، ويخلي ان شاء الله ينساهل الهموم. شكرا. اذا هذه هي بطبيعه الحال التصريحات الخاصه بهذا الاختفاء، وايضا معنا واحد من ابناء منطقه طولوز. اشنو ممكن تقول لي اخويا يعني ربما هذا الخبر اللي استقبلته يعني كالصاعقه، اشنو المطالب ديالكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وبعد. اولا قبل كل شيء سنشكر قناه شوف تي في وبقيه المناظر الاعلاميه، سنشكر السير هنا اللجنه المنظمه اللي كانت اليوم اللي دازت في جو انساني. الغايه والليسونسيل من هذا الشيء كامل يعني سنتمناو الاستاذ ديالنا يرجع هو والسي فتحي من طبيعه الحال. هذه هي الغايه من هذا التصريح ومن هذه الوقفه. تقريبا 2004 على ما تنذكر، الاستاذ ديال الاسلاميات وكبرنا معاه وتربينا معاه، يعني واحد الاستاذ في التفاني وكل شيء ما شاء الله وصافي. الانسان الله يعمرها دار، الانسان سيدي ربي خدمته في احسن وجه.
لما سقنا الاخبار يعني من طبيعه الحال يعني واحد الانسان عاشت واحد المده طويله راه ما يمكنش كتسمع شي حاجه منه راه كتجيك خبر كالصاعقه كما يقول المثل يعني تصدمها صراحه تسقال يعني كنقول اليوم وغدا غيبان الخبر ديالو ساعه لحد الساعه باقي ما كان والو الغايه من هذا الشيء كامل تنتمناو الدوله يعني السلطات العليا اللي مكلفه بالبلاد يعني تحاول ما امكن توجد شي حل يعني يكملوا على داك الشيء اللي داروا قبل ما ان شاء الله تكون الغايه يعني يرجع لوالديه والاحباب ديالو حيت هذه المده راه طويله يعني راه ما يمكنش الانسان يصبر على الوليدات ديالو يعني راه صعيب الحال وبارك الله فيكم هذه هي الغايه الله يجزك. الى هنا اخواني الكرام نأتي على نهاية اللبث المباشر هنا من منطقة طولوز ضواحي مدينة تارودانت نضرب لكم لقاء وموعد في موضوع اخر ولايف اخر الى الملتقى.